خرجوا من الجامعات المصريه، يعني كثير من هؤلاء الطلبه شاركوا في ثورتي يناير والموجه الثانيه من ثوره 30/6، وبالتالي هناك غضب كبير جدا من عوده يعني ما يسمى بالقمع، بيرون قمعا ضد حريتهم في التعبير. ثوره يناير والموجه الثانيه من الثوره احد اهم شعاراتها هو الحريه وحريه الراي والتعبير كمكون رئيسي لهذه الحريه. ويعني ايضا الصحيفه تحدثت عن لجنه من اساتذه الحقوق لمتابعه التحقيقات وتعليق الدراسه بهندسه القاهره. جامعه القاهره بشكل واضح وصريح، حتى دكتور جابر نصار رئيس الجامعه اتخذوا موقف متضامن جدا مع الطلبه وحملوا قوات الامن مسؤوليه مقتل محمد رضا، بل وطلبوا بحقوقهم وطلبوا بعدم تدخل الامن في الحياه التعليميه في مصر، واعتقد ان هذا طلب مشروع لانه لن نعود مرة أخرى إلى عصور بغيضة. نحن نرفض بالطبع أن تتحول المظاهرات إلى العنف، نرفض بالطبع تدمير أو تخريب منشآت الدولة، لكن أيضا لا نقبل أبدا أن تعود الدولة البوليسية أو يعود القمع من جديد للجامعات المصرية. نعم، ننتقل إلى الصفحة الثانية من صحيفة الجمهورية ونقرأ منها حوار مع رئيس هيئة السكك الحديدية. رئيس السكك الحديدية للجمهورية: 50 مليار جنيه تعيدنا لمصاف سكك حديد العالم خلال 5 سنوات. يعني أهم ما يعني ذكره رئيس السكك الحديدية في حواره مع الجمهورية، خصوصا وأن ملف السكك الحديدية في مصر يشهد مشاكل كثيرة وتوجد يعني حوادث متكررة بين الحين والآخر. والله ما ينطبق على كلام رئيس هيئة السكك الحديدية، الحقيقة يعني أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمورك أستعجل، لأنه للأسف يعني هذه الهيئة على مدار 3 شهور تم تعطيل خط السكك الحديد بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، لم نجد أي تطوير ولا أي جديد، وبعد عودة القطارات بساعات حدثت ما حادث دهشور وما إلى ذلك. الحقيقة أنه هيئة السكك الحديد للأسف تعاني من مشاكل مزمنة، وإن حل مشاكل الهيئة ليس بالتصريحات الوردية وليس بخداع الجماهير. الحقيقة ما نحتاج من الدولة أن يكون هناك وزيرا مختصا، وطلبنا بذلك أكثر من مرة، وزيرا مختصا للسكه الحديد وفصلها عن وزاره النقل حتى يستطيع ان يهتم بشكل كامل بتطوير هذا. ولكن اهم ما هي اهم النقاط التي تحدث او صرح بها رئيس هيئه السكك الحديديه مع صحيفتكم؟ هو تحدث عن انه في 50 مليار جنيه سيكون دعم لهيئه السكك الحديد مدار 5 سنين، وبالتالي سوف تعود الى يعني ننافس بها السكك الحديد في العالم. وايضا تحدث عن تطوير المزلقانات الخاصه بالسكة الحديد، اعترف بانه وجود بعض المزلقانات العشوائيه تقدر بحوالي 2400 مزلقان، ولكن لم يقدم لنا علاجا واضحا للأزمة التي نعيشها، خاصة أن أغلب المواطنين لم يشعروا بتحسن في خدمة السكة الحديد. نتمنى أن يكون وعودها رئيس هيئة السكك الحديد حقيقية. وماذا عن يعني كان هناك سؤال من الصحيفة، هل السكك الحديدية هي يعني هيئة خدمية أم هيئة اقتصادية؟ نعم يعني هي الحقيقة يعني هو قال انها هيئة خدمية لا اقتصادية، عفوا، ولكن قال انها لا تتحكم في الاسعار من خلال الخدمات التي تقدمها للجمهور. يعني لا، هو الحقيقة ان هيئة السكة الحديد لا يجب ابدا ان تكون في مجتمع زي مصر في 40% تحت خط الفقر و25% يعانون من البطالة، ان تتحدث عن هيئة اقتصادية. السكة الحديد هي هيئة خدمية مدعومة من الدولة، وعلى الدولة أن تقوم بالمسؤوليات الحقيقية من أجل ذلك. إذا أردنا أن نحولها هيئة اقتصادية حقيقية وأن يدفع المواطن مقابل الخدمة عليه، أن يجد أيضا هذه الخدمة. للأسف تكتشف أن عندما تركب أي قطار حتى لو تركته فاخرة في هيئة السكك الحديد تكتشف عيوب مثل التكييف مثل غير ذلك، والمواطنين يعانون من ذلك ولا يوجد حل واضح وصريح. أيضا يعني كانت هناك اتهامات بداية من يعني حادث قطار الصعيد الذي كان في بداية هذا القرن، مرورا بالحوادث اللاحقة كانت توجه دائما اتهامات بالفساد في هيئة السكك الحديدية. كيف كانت ردود رئيس هيئة السكك الحديدية على هذه الأسئلة؟ هو الحقيقة نفل أن هناك فساد داخل الهيئة، وهذا يعني طبيعي ومنطقي من أي مسؤول، لكن المسألة ليست هناك جهات تحقيق عليها أن تثبت ذلك أو تنفيه. الحقيقة أن للأسف في مصر نحن يعني نثور ونغضب بشكل لحظي وبشكل وقتي، وعندما تهدأ المشكلة ننساها، يعني عندما تقع حادثة يعني نقيم الدنيا والإعلام يتحدث عن هذه المشكلة وهذه الأزمة، ثم بعد ذلك رويدا تتناسى المشكلة وتضيع في حجم مشكلات أخرى. علينا أن نكون واضحين، على الحكومة أن تكون لديها أجندة واضحة ومحددة لحل هذه الأزمات، وأن تكون لديها يعني خريطة واستراتيجية محددة كيف نقضي على هذه الأزمات. هل تكون لدينا رؤية واضحة لحل هذه الأزمة؟ نعم، هل رئيس هيئة السكة الحديدية مهندس حسين زكريا تحدث عن نية لرفع أسعار التذاكر للقطارات على أي من الخطوط التي تعمل من خلالها السكك الحديدية؟ لا، هو نفى ده بشكل يعني كامل، وقال انه لا ما فيش في القريب
يعني نيه لرفع يعني فكره اسعار الخدمات، ولكن الحقيقه ان احنا مش محتاجين نرفع اسعار الخدمات، علينا الاول ان نقدم الخدمه ثم نسال عن الاسعار. نعم، ننتقل الى الصفحه السادسه من صحيفه الجمهوريه ونقرا: احمد ماهر سلم نفسه لنيابه عابدين والاهالي استقبلوه بالكوسه والخيار، اشتباكات بالحجاره والغاز بين اعضاء السادس من ابريل والامن بمحيط المحكمه. يعني كيف تابعت صحيفة الجمهورية عملية قيام أحمد ماهر بتسليم نفسه للنيابة لإجراء التحقيق معه، خصوصا وأنه متهم بخرق قانون التظاهر وبخرق أحكامه؟ يعني أحمد ماهر كان يعني من الناشطين السياسيين الذين اخترقوا قانون التظاهر ودعوا إلى مظاهرات أمام مجلس الشورى رفضا لهذا القانون واعتراضا عليه، مثل الكثير من القوات السياسية لكن أو القوات الثورية، لكن هو كان من القلائل الذين دعوا إلى التظاهر فعلا ضد هذا القانون ولم يكتفي بالرفض أو اتباع إجراء قانوني لإعلان اعتراض على هذا القانون. ماذا أسفر عن عملية التحقيق التي أجرتها النيابة مع لكن أحمد؟ الحقيقة النهاردة لما أحمد ماهر يعني كان في استدعاء لي، لكن بادر أحمد ماهر تسليم نفسه للنيابة. الحقيقة أنه أحمد ماهر النهاردة نفى كل هذه الاتهامات ونفى أيضا أنه دعا إلى التظاهر. في المقابل النيابة قررت يعني احتجازه إلى الغد حتى استكمال التحقيقات. الأهالي أثناء دخوله يعني بعض الأهالي استقبلوه برمي عليه بعض الخضروات ويعني في استهجان منهم لموقفه يعني الذين يروه، لأنه في اهتمامات كثيرة جدا تطال أحمد ماهر خاصة بموقفه السياسي. الحقيقة أنه الكثير من القوى الثورية والمنتمين لحركة 6 أبريل تحديدا نظموا تظاهرة في ميدان طلعت حرب اعتراضا على احتجاز ماهر وطلبوا الإفراج عنه. ننتظر غدا ما تسفر عنها التحقيقات سواء باستمرار حبس ماهر او الافراج عنه. نعم، ننتقل الى الصفحه الثالثه من صحيفه الجمهوريه ونطالع منها: الحكومه تعلن الحرب على لصوص الاسمده المدعمه، ابو حديد لا زياده في الاسعار والتوزيع عن طريق الجمعيات، عبد النور ملتزمون بحمايه الفلاح وكميات اضافيه لتوفير الاحتياجات. يعني نعرف يعني شكل الحرب التي تعلنها الحكومة على لصوص الأسمدة المدعمة، ويعني كيف تتم عملية سرقة الأسمدة المدعمة أو يعني عملية ما يجري فيها من فساد. الحقيقة أنه يعني للأسف الفلاح المصري هو أكثر الفئات تهميشا وظلما يعني خلال الفترة والسنوات الأخيرة. خلال الأيام الماضية يعني ارتفع بشكل كبير وبشكل جنوني أسعار الأسمدة في السوق السوداء، أصبح الفلاح لا يجد الأسمدة التي المناسبة لزراعته، وأصبح يدفع يعني ثمن الشكارة تخطى 170 جنيها، هو رقم مبالغ فيه بالنسبة للفلاحين، خاصة إذا حسبنا نتيجة التكلفة وثمن الإنتاج، وبالتالي كانت النتيجة أن الفلاح يتعب ويشقى طوال العام ثم يجد محصوله لا يستكفي أو لا يأتي بما دفعه من تكاليف. نعم. بالتالي كان هناك شكوى كبيرة جدا من الفلاحين عن هذه الأسعار. بمواجهة وزير الزراعة أكد أن الوزارة ملتزمة بتسليم الأسمدة عن طريق الجمعيات الزراعية لكل المواطنين، وان انها سوف تحارب بشكل كبير اي شخص يبيع الاسمدة في السوق السوداء، وستفرض السعر الرسمي على الاسمده، وايضا ما هو مأكده وزير التجاره والصناعه. نعم، وزير التجاره والصناعه منير فخري عبد النور قال ملتزمون بحمايه الفلاح، يعني اليات الالتزام كيف يعني ستطبق الحكومه الالتزام كما اعلن عبد النور؟ الحقيقه احنا عندنا مشكلتين، المشكله الاولى انه الفلاحين بالاساس لا يجدوا حصه الاسمده داخل الجمعيات الزراعيه، وهناك نوع من انواع الفساد في اولويه التسليم لبعض المزارعين عن مزارعين اخرين. ايضا الفساد الاخر يتمثل في قيام بعض المزارعين ببيع هذه الاسمده في السوق السوداء وعدم استفاده منها في زراعتهم. نعم. الحقيقه يعني الدائره كلها محتاجه اعاده هيكله، محتاج انه يكون هناك وضع حقيقي او تغير حقيقي في كيف نحمي الفلاح وكيف نوقف له التقاوي والبذور ونوقف له الاسمده حتى تستطيع ان تعود الزراعه المصريه كما كانت احد اهم وسله الغلاء لدول كثيره في العالم القديم. نعم، ننتقل الى الصفحه السادسه عشره من صحيفه الجمهوريه ونقرا منها: مجلس الوزراء يبحث 200 مليون جنيه لإنعاش صناعة الغزل والنسيج، المصانع توقفت عن شراء القطن المحلي بسبب ارتفاع السعر. يعني نعرف كيف تتعامل الحكومة مع مشكلة صناعة الغزل والنسيج وما تواجهها من عقبات. طيب، بداية عايزين نقول انه قبل مشكلة الغزل والنسيج ومشكلة القطن المصري، للأسف خلال السنوات الأخيرة من حكم مبارك ثم امتدت حتى الآن، للأسف
بفعل فاعل تم تدمير زراعة القطن المصري. مصر كانت من أهم الدول في العالم تزرع القطن وتنتج القطن، لكن للأسف هناك فساد كان ممنهج من الحكومات المتعاقبة على كيف نقضي على هذه الزراعة، وبالتالي عندما تنخفض حجم المزروعات وجودتها أدى إلى ارتفاع الأسعار، وعندما يرتفع الأسعار فإن المصانع سوف تقبل على استيراد القطن المستورد لأنه أقل سعرا وأقل تكلفة، بالتالي هناك أزمة حقيقية حصلت في المنتج المحلي وأيضا في الاستيراد من الخارج، ووضعت أن هناك مشكلة حقيقية. صناعة النسيج في مصر تدورت بشكل كبير جدا خلال السنوات الأخيرة بسبب عدم وجود منتج محلي بأسعار مناسبة. نعتقد أن تحرك الحكومة بشكل إيجابي في هذه الخطوة ممكن يكون يعيد يعني الأمل إلى المزارعين وأيضا إلى صناعة النسيج، حتى نعود مرة أخرى إلى صناعة نسيج محترمة ومشرفة كما كانت في الماضي. الأستاذ صفوت عمران، رئيس قسم الشؤون السياسية بصحيفة الجمهورية، شكرا على تشريفك في حلقة اليوم. وإلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج تحت الطابع. في حلقة الغد إن شاء الله حلقة جديدة مع صحيفة جديدة وأهم ما بها من جديد في إصدارها. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.